بي بي 90، لا ام 16. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني، معاكم محمد الويمي اي كي اي ليو، واليوم بتكلم على الام 16. الام 16 سلاح ما يستخدمونه كثير من الناس لانه ينافس احدى افضل الاسلحه في اللعبه، الا وهو التايب 95. بس اذا بتعطي سداح فرصه بتشوف ان هذا السلاح مسلي لانه هو مو بضعيف، وغير انه يعني صوته عاجبني بصراحه، وغير انه يعني في اشياء في ميزات حلوه، ناهيك انه الريلود حقه من احدى اسرع الريلود في الاسولت رايفل. في ميزات ثانيه، وبالنسبه لتغيير جو احدى افضل الاسلحه لهذه المهمه. ف شنو صار لهالسلاح؟ ترى هالسلاح ذا في مودرن وورفير الاول كان يعتبر اوفر باورد، كان هو التايب 95 حق ذاك الجزء، ولكن كل ما نزل مودرن وورفير جديد كل ما قاموا يضعفون السلاح ذا. فش اصل جاجرنوت اوه مان، تدري شلون الام 16 نخليه لموضوع ثاني او لفيديو ثاني. الان موضوعنا الجاجرنوت اسولت. طبعا انا تكلمت على الجاجرنوت سبورت في فيديو سابق، برفع لكم الفيديو وبحطه ايضا في نهايه هذا الفيديو لينك اجين اذا تبوا تشوفون رايي بالسبورت جاجرنوت. ولكن انا كنت من زمان ابي اتكلم على الاسولت جاجرنوت، بس مستني لعب ممتاز وحلو. فاخيرا جاء عندي لعبه اتفاخر بها في السبورت في الاسولت جاجرنوت. فالمهم هذه المذرعة كيف انا العب بها؟ شنو الميزات؟ شو اللي احب فيها؟ الفرق بينه وبين السبورت انه ما عنده رايتشل، ولكن عنده الام 16 وعنده جرنيت. هذا اكبر فرقين. ف الحلو فيه ان الام 16 الرشاش ذا قوي جدا، يعني واحده من اقوى اللايت ماشين جان. من بعيد يقتل، الان يقتل ثلاثه، كان اول اربعه ويعتبر لسه قوي. شو مستحول انا هنا؟ وين العدو؟ اوكي فوق اوكي. ما بعد اتعود على الشاشه ذيك الحزه. ولكن شوي شوي نتعود، شوي شوي نتعود. على اي حال الام 16 من قريب هذا اللي ميزته قويه جدا، من قريب يقتل طلقتين فقط. ف هذا قوه الرصاصه من قريب انه 50 ينقص 50 هيلث بوينت، الطاقة حقين اللاعبين العاديين 100 هيلث بوينت، ف 50 زائد 50 يساوي 100. الأسلحة في مودرن وورفير كيف تتراوح يعني أدائها؟ إن من قريب عندها نقطة معينة لأن تنقص طاقة، ولا صار العدو بعيد تنقص الطاقة ذي، ناهيك إذا كان ورا جدار ولا يعني من اي زاوية تقصفه من ورا الجدار، كل ذيلي تفرق في اللعبة مودرن وورفير. ف الام 16 واحدة من الاسلحة اللي يسوي زين مهما كان يعني وضعه. بس انه يعني ممكن ناس واجد ما يلعبون ابه لان الايرون سايت حقه الحديدة ذي اللي صايرة قدامه، ما ادري شلون شكلها صاير غريب، ناطة مستطيل. انا لو كنت بدال الجاجرنوت كان مسكته قشعته ولحته على جنب، ما لها فايدة ذي الحديدة أحس، ولكن موجودة والحقنا الجاجرنوت يبدو إنه مستانس به. ف الام 16 مال الاسولت جاجرنوت اللي أحس فيه إنه موجود اثنين بروفيشنسي اوريدي بيلد إن، يمكن هذا يتهيأ لي لأن الذرع هذا قوي ف يمدي إنه يستحمل وإنه ما يمديك إنك تعدل، ولكن أحس إنه في كيك وفوكس. يعني المفروض اني ما ضحيت، لان اذا مسكت الجرنيد في يدك وانفجر وانت تحاول ترميه من جديد حتى لو كنت جاجرنوت تموت. ولكن زين طلعت محظوظ ورماه بعيد. كان اول اذا بتلصق جاجرنوت بسمتك في وجهه يموت على طول مهما كان طاقتها، ولكن سوالها باتشنج ذي الان، فحتى لو لصقت سمتك في وجه الجاجرنوت ما بيموت، بيظل حي. هذا ليش؟ اذا تبي تتخلص من جاجرنوت لازم تروح انت مع اصدقائك تستخدم اقوى الاسلحه. ناس واجد يستخدمون الاف ام جي 9 اكيمبو ولا التايب 95، تستخدمون اسلحه قويه، ولا يستخدمون راكت لانشرز. طبعا في تي مارتن
قال انه تقدر تستخدم ستينجر على الجاجرنات ويموتون من طلقه واحده من الستينجر ذي الانتي اير. بصراحه جربتها ولا براضي يسوي لاك، يمكن لان ما عطاني فرصه الجاجرنات ذاك، بس اني جربتها على اسولت درون وانفعت ان ستينجر ضد هالكيل ستريك ذيلي. ولكن المعتاد واكثر عمليه فعاله للتخلص من جاجرنات هي ان كل ربعك يطبون عليه مره واحده. استخدم اف ام جي 9 ما عليش، اهم شيء انك تتخلص من جاجرنات، لانه بصراحه اذا في يد لاعب محترف بيكون مؤذي جدا جدا جدا. واحسن ما انك تسوي للجاجرنات انه تخليه يعني حق الابجكتيف بلاين، بالذات جاجرنات مال سبورت، ولكن هذا ما يمنع الاسولت انه ما يكون ابجكتيف بلاير، انه يعني يمسك الاعلام يزرع يسوي هالاشياء دي. في دومينيشن لو تلاحظون معظم الوقت اللي انا قضيته كجاجرنات كنت عند بي، انا متعمد اني اقطن عند بي لان الدفاع اذا خسرت بي شوي صعبه انك تحتلها من جديد لانها هي في نص المباراه. طبعا في بعض الخرائط مختلفه، هذا قاعد احتفل انا ولكن اني ظليت حي الى الان. وتعرفون اذا واحد يعني انتبه لان قاعد يسوي زين يبدا يرتبك ويبدا يلخبط بس مو بهذا اللي بيقتلني. ولكن المهم خربت على نفسي ولكن المهم بي هي في نص الجان فايت، فاذا انا كمهمتي في كان تفكيري في هذه المباراه اني انا جاجرنات انا ادافع فقط عن بي، اي وسي بخليها لربعي، يعني في 5 لاعبين غيري انا فيمديهم ان يحتلون واحد من هالاثنين. وغير ان هذا شوف تركت بي واحتلوها، بغيت اروح اخذها ولكن اتس تو ليت لان فيري هاي ترافيك المنطقه دي. بس ان اي ولا سي بيكونون يعني ربعي، يصير سبان لهم لاحدى هالمنطقتين فسهل انك تحتلها. ف لله الحمد يعني انك تعرف كيف تحتل، انك تكون مع فريق فاهم ايضا. يعني الحمد لله كان فريقي عارف ان احتل سي احتل اي، اذا ما نقدر نحتل بي. ف اذا عندك اسولت جاجرنات انت بس انتبه، هو قوي بالفعل ولكن انتبه انه لا تصير برا بعيد عن فريقك لان انت مكشوف 24 ساعة في الرادار، فممكن ان هذا يسبب ان اعدائك يصيرون حواليك وبالتالي يكون صعبة انك تدافع عن نفسك. على اي حال شكرا اخواني لاستماعكم لي، اتمنى اني سليتكم في هذا الفيديوين. اذا كنتوا تريدون المزيد مني، الفيديو اللي على اليسار هو تعليقي للسبورت جاجرنات، الفيديو اللي على اليمين هو تجربتي الاولى لماينكرافت، وبصراحة استانست انا ابها. بنزل ان شاء الله مقاطع زيادة اكثر فاكثر لماينكرافت. على اي حال كان معاكم محمد الويمي اي كي اي ليو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايامكم سعيدة اخواني.